أغبياء. هم عاوزين يعملوا كارت إرهاب لجماعة نزار. بس الموضوع مش هيعدي على كده. نزار هيتسحب. والعميل اللي اتقتل ده هيتقتل قصاده واحد تاني في حتة تانية. وعلشان يتعلموا ما يعملوش كده تاني. هي دي أصول اللعبة. بس الطريقة اللي بيتصرفوا بيها يا فندم بتقول إن هم خايفين ومتوترين قوي. علشان كده عايزكم تتصلوا برامي وتقولوا له يبلغ سيف إنه ما يتحركش في أي اتجاه الفترة الجاية دي. وكل اللي لازم يعمله إنه يثبت نفسه في شركة عدنان. مقابلة حضرتك معادينا النهارده الساعة 10 في السيف هاوس بعد ما تخلص مقابلتها مع سعيد خليل. كويس إنها هتقابله بعد ما جالها إيميل من كبران علشان نعرف هما منسقين مع بعض لحد فين. أخبار عبد الرحمن إيه؟ كويس جدا يا فندم. رجالتنا هناك بيقولوا إن هشام ابتدى يثق فيه جدا، ولينا رجالة في بيت الشيخ يوسف بيقولوا إنه سمعوا هشام بيكلم حماد بيقولوا إنه ولد كويس بس محتاج شوية تدريب. في اتنين من الجهاز بيحضروا كل اللقاءات تقريبا، وهما اللي بيشرفوا على طاقم المراقبة اللي استلم عبد الرحمن من ساعة ما وصل. دي خطوة مهمة جدا يا أكرم. الجماعة دول مش هيشتغلوا على عبد الرحمن لوحده، لأن في جزء كبير قوي من اللعبة دي مش في إيدينا. وعبد الرحمن هو الوحيد اللي هيخلينا نكون فكرة عن اللي بيحصل. عشان كده يا فندم أنا عايز أطور عملية وائل عشان نقدر نجمع أكبر قدر من المعلومات من مكتب محمود نصر ومن المحطة بشكل مباشر. بس ما تستعجلش. وائل لو اتفاجئ بحاجة ممكن يرتبك ورد فعله ما يكونش متوقع. حاضر. هتنفذي عملية مين امتى؟ النهاردة يا فندم. طيب. أنا هنزل أروح المستشفى أحضر جلسة استشارة وبعد كده ألحق مع دينا. لو في أي حاجة بلغوني. تحت أمرك يا فندم. تعالى يا دينا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. الحمد لله بالسلامة. الله يسلم حضرتك. أنا بجد مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على السيمينار ده. فرصة عظيمة. أنا سمعت شوية كلام بجد كان مفيد جدا جدا وقابلت شباب من العالم العربي كله زي الفل. لا أنا استفدت جدا. ميرسي. صوتك بيقول غير كده. مع إن جالي من هناك فيدباك عظيم. لسه بعتين إيميل بيشكروا فيكي. بيقولوا نشاطك هايل. كاتبين عنك شعر. في حاجة ضايقتك هناك؟ لا 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 أنا بس قبل ما أجي لحضرتك هنا اتخانقت مع مديري في التليفون خناقة كبيرة جدا فعشان كده تلاقيني لسه متضايقة شوية. ليه كده؟ مفيش بعد ما جابوني من هناك وسموني ريجنال مانجر جايين دلوقتي بيقولوا لي لا احنا هنفتح المكتب الإقليمي الجديد في اسطنبول وهنعين مدير إقليمي جديد هناك ومكتب مصر ده هيبقى مكتب فرعي بس ده معناه بقى ان كل حاجة هتقل البوزيشن بتاعتي هتقل الباكج هيقل مرتب البنفيتس كل حاجة بس ده تصرف غريب قوي بوليتكس يا دكتور ما حضرتك عارف اكيد يعني تركيا بتدعم المنظمة فلوس كتير جدا فهم عايزين يرضوهم ماشي هم حرين بس مش على حسابي انا شايف حضرتك بتضحك يعني حضرتك شايفني مقفورة او يعني لا ابدا بس بصراحة اللي حصل ده جه لمصلحتي. أنا أصلا في موضوع كده كنت عاوز أفتحك فيه مش عارف أقوله إزاي. موضوع إيه؟ قصد حضرتك إيه؟ مش فاهم. أنا عاوزك معانا هنا في الجبرتي. عاوزك تشتغلي مديرة تنفيذية في المركز. بالصلاحيات اللي أنت عاوزاها والباكج اللي كنت شغالة بيه في المنظمة بتاعتك. ها؟ إيه رأيك؟ نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.